أوصى مسؤولو الخزانة الإسرائيلية وزير المالية بتسلائيل سموتريتش بفرض تخفيضات في الإنفاق وضرائب في ميزانية العام المقبل، وذلك لجمع مبلغ إضافي يتراوح بين 8 و13 مليار دولار لتمويل تكاليف الحرب على غزة. وأفادت مصادر لصحيفة جلوبس الإسرائيلية أن الاقتراح الرئيسي الذي تم طرحه أثناء اجتماعات وزارة المالية هو خفض شامل في الإنفاق بنسبة 5% في الموازنة العامة، ويتم ذلك من خلال تجميد أجور القطاع العام وتقليص إنفاق الوزارات وخفض علاوات الأطفال وغيرها من الإجراءات. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المناقشات بشأن ميزانية العام المقبل أظهرت أن إسرائيل لا يمكنها الاستمرار في زيادة الإنفاق بالعجز مع استمرار الأزمة المالية في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما تكلفه من أثمان باهظة. وتشير التقارير إلى أن التعديلات المقترحة على الموازنة تشمل رفع ضريبة القيمة المضافة، وذلك بمقدار 2 نقطة مئوية من معدلها الحالي البالغ 17% إلى 19%. ووفقا لتقديرات بنك إسرائيل، من المقدر أن تصل تكلفة الحرب إلى 67 مليار دولار، تشمل نفقات الاحتياجات العسكرية والنفقات المدنية وفقدان دخل الضرائب بين عامي 2023 و2025. إسرائيل تهدف إلى تقييد العجز المالي إلى 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل من خلال تخفيض شامل في ميزانيات الوزارات، لكن دون هذه التعديلات من المقدر أن يصل العجز المالي إلى 26% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل. على كل حال، تسببت حرب إسرائيل على غزة في خسائر فادحة للاقتصاد الإسرائيلي. العرض التالي يرصد بعضا منها. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من حيفا الخبير في الشؤون الاقتصادية نبيل أرملي. مرحبا بك سيد نبيل. بداية، هل تتحمل الميزانية الإسرائيلية هذه الخطط التي تحمل خفض إنفاق، تقشف، وأيضا زيادة في الضرائب؟ يعني السؤال هو ليس إذا كانت تتحمل أو لا، السؤال هو ما هي أولويات صناع القرار الاقتصادي والسياسي في إسرائيل. إسرائيل تواجه الآن أزمة اقتصادية حادة جدا بسبب الحرب، هي أزمة أمنية اقتصادية، هي الثالثة في تاريخها. يعني الأزمة الأولى كانت بعد حرب 73، حرب أكتوبر، والأزمة الثانية كانت في بعد الانتفاضة الثانية في مطلع الألفية، وفي كلتا الحالتين كانت أمام إسرائيل تحديات اقتصادية كبيرة بسبب الأزمات الأمنية التي كانت. التعامل مع الأزمة الأولى كان يعني مبني على اعتبارات سياسية وعلى اعتبارات نسميها شعبوية، وكلفت الاقتصاد الإسرائيلي خسائر فادحة على مدار حوالي عقد من الزمان. وفي الأزمة الثانية، عندما كان نتنياهو بالمناسبة وزير المالية، كان التعامل مهني أكثر، جدي أكثر، ومؤلم أكثر على المدى القصير، ولكنه جنب الاقتصاد الإسرائيلي من يعني أزمة طويلة الأمد وأخرجها بسرعة نسبية من تلك الحالة. ما يحدث الآن هو نفس الشيء، أزمة أمنية تحولت إلى أزمة اقتصادية عميقة جدا تتطلب اتخاذ قرارات شجاعة. فالسؤال هو هل ستختار حكومة إسرائيل القرار الحل المهني فلنسميه الذي يشير إليه الخبراء إذا كان على مستوى وزارة المالية أو بنك إسرائيل أو غيرهم، وهو تقليص السيطرة على العجز، تقليص الميزانيات، فرض مزيد من الضرائب، كل ذلك بهدف يعني ضبط الأمور وإبقاء الاقتصاد الإسرائيلي ثابت وصاحب ثقة عالية
في الأسواق الدولية، أم الذهاب إلى الخيار السهل وهو المزيد من العجز مقابل كسب الحلفاء السياسيين وقد عدم إغضاب الشارع؟ طيب، ولكن يبدو بما الآن أنك تحدثت تاريخيا في تعامل إسرائيل مع الأزمات الأمنية وتحولها إلى أزمات اقتصادية، هل يعني فرض ضرائب في هذه الأوقات في يعني ضوء اقتصاد حر يعتمد على البيئة الاستثمارية، هل هذا متاح؟ هل أدواتها متاحة لدى إسرائيل؟ فرض الضرائب هو احد هذه الادوات كما ذكرت، يعني الضرائب انواع ويمكن فرض العديد من الضرائب وستكون موجعه بكل الاحوال، يعني كل تدبير يعني كل محاوله لحل هذه الازمه او للسيطره عليها بشكل يعني مهني كما يرغب به الاقتصاديون سيكون موجع على المدى القصير، هذا يعني تقليص في ميزانيات الوزارات مما يعني تقليص في الخدمات المقدمه للجمهور، هذا يعني رفع الضرائب اذا كان على ضرائب الدخل او ضرائب القيمه المضافه، هذا يعني المزيد من الجمارك على منتجات مختلفه تستورد من خارج البلاد، هذا يعني ايضا يعني تقليص في ميزانيات اساسيه كالتعليم والصحه وما الى ذلك، ولكن في المقابل انت تستطيع ان تقول ان الاقتصاد سيكون تحت السيطره والعجز المالي هذا سيكون مضبوط إلى حد ما. طيب، سؤال سيد نبيل، سؤال فضولي اقتصادي، هل تغيب المعونات الأمريكية عن هذه الموازنة كما لا تغيب عن الدعم العسكري؟ المعونات الأمريكية أيضا مع كل السخاء والكرم الأمريكي، المعونات الأمريكية لها حدود، يعني عندما نتحدث عن تكلفة حرب تصل إلى كما ذكرتم في التقرير إلى 67 مليار دولار أو ما يعادل 250 مليار شاقل. المعونات الأمريكية في أقصى يعني احتمالاتها تكون بضعة مليارات من الدولار، طبعا لها تأثير مباشر ولكن لا يمكن الاعتماد عليها لحل أزمة بهذا العمق، وبحل أزمة أيضا هناك مشكلة أساسية. بس والله معلش سامحني على المقاطعة، يعني كما هناك مشورات من خبراء في الخزانة لوزير المالية والحديث عن التواصل مع وكالات التصنيف العالمي، يعني عادة عندما تحدث هذه المشاكل الاقتصادية نرى دور لصندوق النقد الدولي، إسرائيل لا تستعين بهذه المؤسسات الدولية أو لا تضع لها ضمن خططها من حيث التقييم؟ إسرائيل مرة أخرى على المستوى المهني وعلى مستوى صناع القرار المهنيين على الجانب الاقتصادي هناك اعتبار كبير جدا لما يراه أو لما تراه المؤسسات الدولية وفي الأساس مؤسسات التصنيف الدولية التي خفضت بالمناسبة يعني في الأشهر الأخيرة تصنيف إسرائيل، هي تعتبر هذه المؤسسات جزء أساسي من الاقتصاد العالمي ولها أهميتها ويجب أخذها بعين الاعتبار، ولكن على مستوى صناع القرار السياسي إذا كان على مستوى وزير المالية سموتريتش أو وزراء آخرين هم لا يرون في هذه الجهات وفي هذه المؤسسات يعني جهات يجب الأخذ يعني حسبانها كثيرا ويتعاملوا معها بشكل جدا فوقي وعنصري في كثير من الأحيان. طيب، المشكلة الكبرى أخي أن المستقبل القريب غير معلوم تماما يعني، وهذا أكبر عدو لأي تخطيط اقتصادي، هناك احتمالات بأن تندلع حرب في الشمال وأن تطول الحرب في الجنوب، وهذا يعني كل الخطط التي تحدثون عنها الآن وكل الاستطالة الاقتصادية ستوضع جانبا في حال يعني اندلعت حرب إقليمية تقلب الأوراق وتغير كل الاعتبارات. شكرا جزيلا لك الخبير في الشؤون الاقتصادية سيد نبيل أرملي. قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها تواجه نقصا حادا في الأدوية والمعدات الطبية الأساسية بقطاع غزة وإنها قد تضطر لوقف أو تقليص بعض أنشطتها. وقالت المنظمة الدولية إنها منذ نهاية أبريل الماضي لم تتمكن من إدخال أي إمدادات طبية إلى القطاع الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ نحو 9 شهور. وأوضحت المنظمة أن لديها حاليا 6 شاحنات محملة ب37 طنا من الإمدادات معظمها مواد طبية أساسية وهي عالقة منذ 14 يونيو على الجانب المصري من معبر كرم أبو سالم ولا يمكن إدخالها إلى غزة حيث تشتد الحاجة إليها لإنقاذ حياة الناس. قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إن أكثر من 76% من مدارس قطاع غزة بحاجة إلى إعادة بناء أو تأهيل بشكل كبير لتتمكن من العمل مجددا. وأكدت الوكالة على أن التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان مطالبة بوقف إطلاق النار فورا في القطاع الذي يشهد حربا إسرائيلية مدمرة منذ نحو 9 أشهر.
الآن إلى النزاع التجاري حول التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة، حيث دعا وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك الجانب الصيني إلى أخذ النتائج التي توصلت إليها مفوضة الاتحاد الأوروبي على محمل الجد. وخلال اجتماع مع ممثلي الحكومة الصينية في بيجين، حذر هابيك من عواقب الحواجز التجارية وعزل الأسواق، وكذلك من الإخلال بالمنافسة عبر منح الشركات دعما حكوميا. من جهتها حذرت الصين من أن الاتحاد الأوروبي قد يشعل حربا تجارية إذا استمر في تأجيج التوتر. وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت الأسبوع الماضي فرض رسوم جمركية بنحو 38% على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين. نهاية أخبار الاقتصاد في أمان الله.